جاهز لأقر وأعترف؟ جاهز يا كابتن. أقر وأعترف مع كابتن وليد سليمان. كابتن وليد سليمان، تقر وتعترف إنك لسه شايل من جواك من إمام عاشور ومش قادر تسامحه؟ لا خالص والله يا كابتن، خالص خالص الموضوع بالنسبة لي انتهى خالص. قابلته؟ هو كتير، وهو أخويا الصغير وكلمني وخلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى تماما يعني؟ والله خالص. تمام 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 تمام، ماشي. اللي بعده، تقر وتعترف انك ندمان على مشهد اعتراضك على الحكم شريف رشوان؟ اه طبعا. اه طبعا طبعا. كلمته واعتذرت له ولا حاجه؟ اه، هو حبيبي لحد دلوقتي، بيكلمني ويسال عليا وانا بتصل. تقبل اعتذارك؟ اه. تقر وتعترف ان اتهامك بالخشونه في المباريات من اكثر الامور اللي كانت بتضايقك؟ طبعا يا كابتن. ان انا كنت لعيب عنيف؟ لا خالص يا كابتن. انا اكتر واحد كنت بتضرب وبتصاب كتير جدا، بس انا زي ما قلت لحضرتك، هو في ناس اشخاص معينين كانوا يعني حاطيني في حته ان عايزيني يعني ابطل كوره، او حاطيني في حته ان الجمهور يقعد يتكلم ان انا راجل مش من ضمنها. بقى تقول تعترف انك تعمدت اصابه محمد عبد الشريف، فاحنا قلناها لا لا خلاص، لكن هو وليد مش كده على الاطلاق. تقر وتعترف بانك حاولت الهروب من الجونه عشان تمضي الاسماعيلي، وانت قلتها في السياق كده ان دخلوك في عربيه وطلعوك من العربيه وكانت شغلانه؟ دي حقيقه. حصل. تقر وتعترف ان مانويل جوزيه رفض انضمامك للاهلي وانت لعيب مع الجونه في الدرجه الثانيه؟ هو انا ما اعرفش تفاصيل والله يا كابتن، هقول ان هو رفض، بس العلم يعني اللي انا عرفته اني ناجل، ان لعيب جاي من الدرجه الثانيه عايزين نستنى شويه نشوفه في حته، بدليل ان كابتن حسام قال لي روح لكابتن مختار. يعني هو اللي بيحضرك عن طريق مختار. بالظبط. نعم. مختار لي فضل كبير عليك. طبعا طبعا طبعا. جميل كابتن، حتى مختار على المستوى الانساني اتعلمت منه حاجات كتير جدا. محترم. تقر وتعترف بدخولك المستشفى واصابتك بانهيار عصبي بسبب رفض اداره بتروجيت انضمامك للاهلي؟ اه دي حقيقة. حصل. انت اضربت فين على الطعام؟ اه قعدت يومين ما باكلش. انت بتتكلم جد؟ اه والله. اضرب؟ اه والله. يا نهار ابيض. اه كان الموضوع بالنسبه لي صعب يا كابتن، لحد ما خدت وعد انك هتروح ام بي سنه وترجع على الاهلي. انا كنت واخد الوعد الاولاني من رئيس الشركه وما تمش. الوعد الثاني كان من سياده الوزير سامح فهمي، وده خلاص. راجل محترم. ده تم يعني. تقر وتعترف انك لسه محتار بين العمل الفني والاداري؟ لا خالص، انا واخد قرار الحمد لله واستخدمت ربنا في الاداره ان شاء الله. تقر وتعترف انك اتظلمت في مشوارك الدولي وما حصلتش على حقك مع منتخب مصر؟ دي حقيقه يا كابتن. دي حقيقه. اه